السؤال الثاني. تفضل. فضلت الشيخ. فضلت الشيخ، أنا إذا الله قسم أوزع مال كل رمضان بعد الإفطار، هل يعني لأنه لو وزعت والعصر بإحضار الماء مع عصير وكذا على العمالة وعلى كذا، هل يعني بعد ما يفطرون، يعني أنا ودي يعني ببالي أن يكون يفطرون عليه، ولكن ما أستطيع. أنه هذا السؤال الثاني، إذا ما وزع، هل في هجرا يعني بعد ما يفطرون، يعني بعد المغرب على طول أنا أحيانا نوزع. طيب اسمع الإجابة. هو توزيع الإفطار عليهم أفضل، لكن إذا أعطيتهم شيئا يأكلونه أو يشربونه بعد الإفطار فلك الأجر في ذلك إن شاء الله. نعم.